اهلا بحضراتكم من جديد، وخلينا نروح لارض الملعب وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع المدرب العام احمد الجرحي. اتفضل يا فاروق. من جديد ده جد التحية للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن محمد السلعاوي وكابتن كريم ضيف. عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأهلي على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 82-72، سعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن أحمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الأهلي. كابتن أحمد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. مباراة صعبة، فريق منظم، فريق الاتصالات قدر يحقق على الانتصار على فريق الاتحاد في آخر مواجهتين ذهابا وإيابا. فريق منظم، عملتوا مباراة كبيرة النهاردة خاصة على الجانب الدفاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك في حضرتك. طبعا برحب بكابتن هيثم وضيوفه كابتن سلعاوي مع كابتن كريم ضيف. طبعا كابتن كريم اخويا حبيبي، منورين الاستوديو. الحمد لله على المكسب. الحمد لله ان انت يعني رحت دلوقتي المركز الاول. الحمد لله فريق صلاة فريق محترم جدا، جهاز فني محترم، مهتمين بالباسكت، معاه محترف على اعلى مستوى. يمكن انا شايف ان هو احسن محترف في الدوري الفتره دي. العلو اللي فيه مستوى حمد معلي فرقته معاه. حمد لعيب مهم جدا، فريق اتصالات مسبب ازمه لاي فريق بيلعبه، ما شاء الله عليه، يعني بحييه على مستواه. اللعيبه كمان اللي هي يعني بلغتنا في الباسكت نسميها رول بلاير، اللعيبه اللي هي على طول تحس ان هم كلهم اللعيبه شبه بعض، يعني ما بيتاثروش بغياب واحد او تغيير. على عندهم 7-8 لعيبه نفس المستوى، فرقه محترمه، بحييهم على الاداء اللي هم مقدمينه في الدوري. احنا لسه ما وصلناش للمستوى، يعني ل 70% حتى من المستوى اللي احنا المفروض نقدمه. ممكن ده بسبب ان احنا بقالنا فتره ما لعبناش كاملين بسبب الاصابات وبسبب الغيابات، لكن الكيرف طالع ان شاء الله. هيبقى الفترات الجايه المستوى احسن، واللعيبه بدات يعني الفرقه تكتمل بشكل كبير، وان شاء الله الفتره الجايه يكون خير باذن الله. كابتن احمد، يعني الوقت بيبقى قصير ما بين مباراه والثانيه، كان مهم جدا بعد مباراه الاتحاد ان انا افوز على فريق سبورتنج، ومهم جدا كان فوز ليه اكتر من اهميه. خلال الوقت ده وخلال الايام البسيطه دي، المستر اوجست بوش ايه ابرز الامور اللي بيشتغل عليها؟ بص الحقيقه يعني يمكن هو في ميزه ان بعد الهزيمه ما كانش في يعني اكشن او ان انت بتعنف اللعيبه بطريقه، لا انت بتشوف غلطاتك، احنا كجهاز غلطاتنا وغلطات اللعيبه وفي الاخر بنعالجها، وكان لازم نفوق الفرقه والفرقه فاقت. ماتش سبورتنج كويس النهارده، متوسط، نقدر نقول ان احنا ماشيين في الطريق السليم دلوقتي، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نكمل بمستوى احسن الفتره الجايه. انا زي ما بقول لك، انت الاسبوع ده بتكسب، الاسبوع الجاي مش عارف هتعمل ايه. الماتشات كلها ايكوال، 8 فرق قريبين، الفرقه اللي رايحه ناقصه لعيبه اصابات مش في مستواها، ممكن تتغلب من اي فرقه، فتركيز لازم من كل اللعيبه ومن الجهاز، وربنا يكرمنا ان احنا نلعب كاملين. الجانب الدفاعي، انا بتكلم على الجانب الدفاعي بالتحديد، لان كان في قصور منه في مباراه الاتحاد، تم علاج هذه الامور شفناها في مباراه سبورتنج النهارده ايضا في يعني الناحيه الدفاعيه عند النادي الاهلي. اكيد طبعا، خلي بالك الناحيه الدفاعيه برضو بتتاثر بوجود الطوال دايما، لان هو الموضوع مش الخمسه اللي في الملعب. انت ماتش الاتحاد تقريبا بتلعب بعمر طارق وبيدو بس تحت الحلقه، كلهم قصيرين، جاردات قصيره. دلوقتي دخل معانا احمد اسماعيل، سيف سمير رجع، بقى معاهم عمر طارق، معاهم عمرو الجندي ومحمود بيساعدوهم في المكان مش مكانهم. ان شاء الله يرجع لنا مروان سرحان، الدنيا هتتظبط اكتر، وان شاء الله احنا فرقه اصلا يعني دفاعيا بنركز على الدفاع بتاعنا، فان شاء الله يتحسن الفترات الجايه باذن الله. اشكرك يا كابتن احمد والتوفيق في المباراه القادمه. شكرا، ربنا يخليك. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق المصرية للاتصالات بنتيجه 82-72. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام. زميلنا فاروق صلاح من ارض ملعب، بشكرك شكرا جزيلا.